لا انا ما يهمنيش مين بيشوفنا، انا يهمني اسوريو. الحقيقه هو من ساعه ما جه وهو غير موفق في كل حاجه، في تصريحاته بس في ولا في تصريحاته كل وفي حاجة؟ تشكيله. هو التشكيل اللي عمله في ماتش الاهلي ده لا ده كان انتحار، في عقل يعمله؟ ده كان في انتحار. عقل يعمله؟ انا عمري شفت الخطه 5 5 دي، اه كان بيلعب 4-1 4-1 خمسة خمسة، حتى الواحد ما شفتوه. خمسة خمسة، خمسة ورا خمسة قدامه في النص فاضي، لهم انتوا بقى اللي هو فين ذا سبيسز. ايوه ليه؟ ما عشان كولر خلى ديانج اخفى فتوح، خبوه ما فيش لا فتوحه ولا بتاع، بقول لك دي فالنص خطة، بقى فاضي. دي خطة لوزعية، دي خطة خمسة خمسة، خمسة في وش العدو يعني. فهو الزغر كان نازل يخمس يمكن يكسب بالتخميسة ما دي، هو ده لكن ملوش المهم غير معنيين بالظبط. طب استني بس اول من معنى دي خليني بس طب اقول لك دي، ماشي. اول معنى انه اكيد اكيد ما اتفرجش على الاهلي وقوه الاهلي والاجنحه بتاعته. الحاجه التانيه انه اتفرج بس هو جريء وعنيد بيصر على تشكيله. ماشي، انا في النهايه ماليش علاقه بنواياه، انا تمام. ليا علاقه بالمهزله اللي حصل في الشوط الاول، ان في فرقه نزلت من غير نص ملعب. ده اللي ليا انا جواك، نيتك ايه ده ربنا مع ربنا. انا ليا ان في فرقه محترمه اسمها نادي الزمالك نزل 45 دقيقه كامله من غير نص ملعب. الكارثه عندي الاكبر فين؟ لان هو يتحمل مسؤوليه ماتش الاهلي والزمالك ده لوحده، اه طبعا هو قال، لوحده، هو قال ماليش دعوه يقول لوحده، هو بيقولها عشان يشيل على الضغط، بس هو الحقيقه انه اللعيبه مالهاش ذنب، هو لوحده يشيل المسؤوليه. اولا عشان نزل بالتشكيل الهزلي ده. حلو؟ عند بقى مش عند، مش قضيه النيه، المهم الشكل. حتى لو ثانيا بعض اللعيبه ما كانوش مركزين في مفيش الملعب. حاجه اسمها مركزين، انا مالي زيزو ايه علاقته بان هو لا ما اتكلمش على هاف زيزو، ديفندر اكيد الدفاع مثلا. وفتوح يقف قدام ثلاثه لا بقول لك في جنان، مالناش دعوه، ماشي ما تحاولش تدوري على مبرر لانه هيبقى ازج اكثر سذاجه من اللي عمله. تمام. طب انا مدرب وغلطت غلطه عمري، استنى لما تبقى 3-0 وانا شايف مهزله من الدقيقه الاولى؟ الله يمسيك بالخير يا جوزيه. جوزيه لما كان يلاقي غلطه في الدقيقه 10، خد تعالى يا ابني انت، هو تعالى اقعد جنبي ريح جنبي، او اقف وغير التكتيك في ثانيه. ده الفرق بين مدير فني بيقرا المباراه من على الخط لا لا ومدير بس فني اسوريو، بيستنى لما بس الكارثه انا اسوريو تحصل. مستغرب لانه مدير فني كبير، يعني الكلام اللي انا بقوله ده مش معناه ان هو مدير السي في بتاعته تخض. ازاي تقع منه الغلطتين دي؟ غلطه تشكيل وخطه تضحك، وبعدين انا شايف قدامي جريمه في الملعب لمده 45 دقيقه. الجون الاول جه في الدقيقه الاولى، يمكن ده رساله من ربنا، يعني ربنا بعت له رساله في الدقيقه الاولى قال له لا ده هو هتتعاقب بسرعه ولو ما فقتش فاستنى واستنى، والجون الثاني واستنى والثالث واستنى، وقال لك بقى غير في الاستراحه. بعد ايه يا حبيبي؟ بعد ما الماتش خلص 3-0 وفعلا نزل اربعه لو تاخد بالك في الهاف تايم، منهم السيسي عمرو السيسي، غير الاطراف كلها، غير مش اطراف، نزل نص ملعب، سيبك من الاطراف. ايوه ما ركزي يا بنتي، هو انا الجريمه معاك. كانت فين؟ في الاطراف. الجريمه كانت انه نص نازل من الملعب نص ملعب، الفاضي، فنزل اهم اتنين نزلوا في بين الشوطين عمرو السيسي ورؤى، بقى في اتنين هاف ديفندر، فالزمالك ظبط وبقى يمكن حتى اداؤه في اغلب الاحيان في الشوط الثاني افضل من الاهلي ومسك كوره عشان بقى في نص ملعب. ما انت كنت تعمل كده في الدقيقه 20، كنت لحقت الماتش وهو 1-0 وهو 2-0. لكن فكره انه ما ينفعش اغير وما ينفعش اتدخل في الشوط، خلصت الماتش، خلصت الماتش. فدي جريمتين ما يطلعوش من مدرب كبير ابدا ابدا، خصوصا لما يكون عنده جراه وبتاع. ما دام عندك جراه كده واكتشفت تلعب الخطا كرة غيره حديثة. بسرعه، غير الخطا بسرعه. لكن تستنى بعد خراب بلطه اللي حصل، يعني حرام جمهور الزمالك بصراحه، بقى لهم واللعيبه ملزم. اللعيبه لما اتحطت في اماكنها لعبت الشوط الثاني ممتاز، لعبت الشوط الثاني ممتاز، ضيعت فرص وكره في العارضه، يعني بقى الزمالك اللي نعرفه. لكن الشوط الاول ده كان يعني جريمه بفعل فاعل، والفاعل هو اسوريو. ثم الجريمه الاكبر انه بدل ما يطلع ندمان خزيان على اللي عمله، مسك في عم منعم. يعني عيب قوي قوي قوي، انت مدير فني كبير وعالمي ومسكت منتخب المكسيك قبل كده ومش عارف ايه، حط عقلك بعقل لعيب صغير وما عملش حاجه. الحقيقه اللعبه اللي لعبها عبد المنعم دي كلنا ما خدناش بالنا منها، يعني غير مثلا لعبه رمضان صبحي زمان لما كان بيقف على الكوره وبتاع، كانت باينه وفيها سنه استهانه بالخصم. لكن اثناء الماتش اتحدى حد يكون خد باله من الحركه اللي عملها عبد المنعم دي. احنا افتكرنا اساسا الكوره جلت من رجل عبد المنعم ساعتها. فتسيب الماتش وتمسك وتعالى ايه ومش وانا شايفك وبتاع ده ايه ده؟ هتستناه بره على النص يعني؟ عيب قوي اللي عمله ده. فالحقيقه هو مجليه منه جدا غير الفتره موفق اللي فاتت، زي ما بالاضافه للي قاله في المؤتمر الصحفي لما قال لك انه الدوري المصري
دوري مش موجود على الخريطه وحالته صعبه قوي وما ينفعش. لا هو قال ان هو الديربي ده مش مهم غير في مصر، مش بس ديربي، قال كده، قال الدوري الكرة المصري المصرية اخر 30 سنة في كرة اهم منها عندكم، بس انها مهمة، لكن هي بره. ايوه ماشي. هو بقى موجود عندنا بيعمل ايه؟ يعني لما هو واحد من المدربين المهمين في العالم وجاي في دوري وفي كرة لا مهمة ولا حد بيتابعها ومش موجود على الخريطة، الباشا مشرف ليه؟ استرزاق بس يعني؟ ما كانش لاقي حد يدفع له الايرويات فقال لك اما اجي استرزق هنا؟ كلام الحقيقة لا يصح. ما ينفعش تشتغل في بلد مهما كان مستوى البلد وتهينها وتهين كورتها وتهين جمهورها. فالحقيقه لا، انا عليا 70 علامه استفهام على الراجل بس ده. هو يمكن كان بدا المؤتمر كان متعصب جدا ليه؟ للتعامل الصحافه معاه، انه قال لهم يا جماعه احنا اجازه من بكره، انتوا كل شويه بتكلموني وتبعتوا لي رسائل وتزعجوني اثناء اجازتي، وده هو انت شيء غير احترافي. مكلفك بالدفاع عنه؟ لا طبعا، انا بقول لك اللي حصل. اللي حصل ايه؟ بقول لك ان ابتدى المؤتمر، انا مالي يا ان هو حبيبتي كان متعصب، انا مالي. ممكن يكون خانوا التعبير انه يعبر في كل اللي بس. احنا قلناه ده؟ يعني في السبع حاجات دي خانوا التعبير؟ لا اكيد، لا طبعا. طيب في ماتش الاهلي والزمالك خانوا التعبير ازاي ما انا يعني؟ بقول لك في سلسله من الاخفاقات على مستوى الاداء والتشكيل والتدخل لانقاذ المباراه، ثم الوضع دماغه بشكل صغير قوي مع عبد المنعم، ثم اهانه الكره المصريه والدوري المصري، ثم اهانه الفريق اللي هو بيدربه. لما انت شايف ان الزمالك مش فرقه والكره المصريه مش فرقه والدوري مش فرقه، جاي بتدرب ليه عندنا؟ يعني رد عليا قول لي ايه الحكمه ان انت شايف ان كره وحشه ودوري مش مهم ومحدش بيتابعها وانتوا بره الخريطه، معاليك بتعمل ايه عندنا؟ طيب نروح سؤال مهم جدا. عبد المنعم يتعرض لنقد الفتره اللي فاتت من بعد خاصه الكره اللي انت بتقول ما خدناش بالنا منها، افتكرناها جلت من رجليه. انت شايف عبد المنعم لما اوسوريو وصل لاوسوريو ان هو يتكلم معاه بالشكل ده، اوسوريو صغر يعني، انت شايف اوسوريو اكبر من كده كمدير فني؟ انا شايف طبعا ان مدير فني، اي لكن مدير رأيك فني اكبر واوسوريو المفروض يبقى اكبر من كده. رايك ايه في عبد المنعم نفسه والتصرف؟ محتاج حد يقعد معاه كتير. هو نجم ما فيش كلمه، اكيد موهوب ما فيش كلمه، مدافع وعصري وذكي ومنتمي وبيعشق الاهلي، وواحد من اهم اسباب فوز بدوري ابطال الابطال بالراسيه الممتازه اللي عملها في ماتش الوداد، كل ده تمام، ومستقبل دفاع الاهلي منتخب مصر، كل ده تمام. بس ما فيش حد كامل، وما فيش حد معصوم، وما فيش حد مستر بيرفكت. وعبد المنعم عنده سنه غرور وسنه استهتار. لا مش استهتار، سنه غرور وسنه عدم ضبط انفعالي في بعض اللحظات دي لازم تتظبط. لازم سيد عبد الحفيظ والمعد النفسي اللي في الجهاز يقعدوا معاه مره واثنين وثلاثه، لانه عدت الفترات اللي فاتت من غير مصيبه. مش ما نحبلكش ان احنا نزعل منك يا عم، لان احنا لو حصلت مصيبه، لان احنا بنحبك. يعني عنده حته كده زي ده، زي الحركه اللي عملها مثلا اثناء ما زيزو كان بيلعب البنالتي. لا في جمهور ضحك وبتاع قال له يا ابن اللذين على الحرق. لا ما بنلعبش في الشارع، دي حركه غلط، وانا مش عارف الحكم عدها له ازاي. دي غلط وفيها عدم ضبط نفس، احنا مش بنلعب حكشه. رقم اتنين، لما لعبت الاهلي بعديها بشويه بتلومه ما كانش قابل منهم وبيزقهم بايده وبتاع. لا ما يتعملش كده يا منعم. انا عارف ان انت مش 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 تطول منك عليهم، او ان انت بتحبهمش، او ان انت خالص، بس معناها ان انت مش عارف تضبط اعصابك قوي. فلازم تتعلم ضبط النفس وضبط الاعصاب عشان تطول عمرك في الملعب.